حبيبي. اهو رمز، تعالى يا ولد. السلام عليكم. اهو رمز اهو حضر معانا الحكايه، وهو بقى اللي هيحكي لكم على اللي حصل بالتفصيل. كويس قوي ان البيه جه. صحيح انا عارفه ومتاكده انه شريك معاك في الجريمه، لكن انا عارفه برضه ان هو مش ممكن يكذب لانه اصلا عنده قصور ذهني. ميرسي يا رانيا. ميرسي، هي بتشكر فيك. اقول لهم بقى يلا رمزي، مش انت كنت موجود ساعه المشكله اللي حصلت؟ طبعا يا دوله، بشحمي ولحمي. اه حبيبي اتفضل احكي. يلا يلا احكي، اذا كنت اصلا هتعرف تنطق. لا لا لا، ده انا حدوته يا جماعه. بصوا بقى يا جماعه، انا كنت قاعد في البازار، لا بيا ولا عليا، لقيت والعياذ بالله حاجة غريبة بتحصل. مش هتكلم معاك اصلا، خلي الكبير هو اللي يرد عليك بقى. بص يا كبير. يا معلم رمزي، فيها فتلة، فيها حتة، فيها يا جماعة. دلوقتي في مشكلة بيني وبين الواد ده، وانت لازم تحلها لنا. لا مؤاخذة. ايه يا جماعة، انتوا كل يوم مشاكل يا جماعة، في ايه انتوا كل يوم؟ وبعدين تقوموا جايبين لي علشان انا بقى اصطفلكم المشكلة دي. معلش يا معلم رمزي، معلش يا ابو قلب كبير. قول يا سيدي. بص بقى يا معلم، دلوقتي انا والواد ده متفقين اتفاق ان احنا انا كل يوم اجيب له طبق كشري سوبر سوفليكس لوز على ورد من عند معلمي، وهو يجيب لي 3 كوبايات شاي من عند معلمه. اه انتوا رجعتوا بقى كده للعصر القديم اللي هو التبادل بالمعايده. قفلت المحل والشرب بقى فاضي من غيرها دلوقتي. ضحكتني والله يا دي، يا غبي منك ليه يا غبي. المعايده دي يعني تدي له الحاجه ويقوم هو رددها لك تاني وتقول له هاتها. هقعد اشرح في 2 ما بيفهموش اصلا. المشكله يا معلم ان انا جبت له طبق الكشري وهو قال ايه، جاي يتمشكح لي ويتبغدد لي وجايب لي 2 كوباية شاي. مشكح لك ايه؟ لا بتاع الف ليله وليله. الشاي غلى يا عم رمزي، الشاي غلى. دلوقتي جبنا شاي جديد اكسترا، 2 كوباية ب8 3. اعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ ايه يا فتله، في ايه يا عم؟ لا وانت بتدفع حاجه من جيبك؟ ما كله على قفل المعلم بتاعك يا ابني. طب والحل بقى يا ابو قلب كبير؟ انا هحلها لكم يا سيدي، مش عايزكم تقعدوا تتشكلوا تاني علشان انا فاضي وما عنديش شغل بقى. خدوا ادي تمثالين، ده تمثال ب20 جنيه، خدوا يا عم هون، وده تمثال ب20 جنيه، خدوا وبيعوه، وهات لي بقى 2 كوباية شاي وطبق كشري حلو كده خلاص، واضربوا الباقي في جيبكم. لا رمز، انا مش عاوز التمثال ده. عايز ايه؟ انا عايز طبله بس كده. جيت في جمل، خد يا سيدي الطبله اهو، وخد التمثال دي كمان. خد انت كده، عايز سحلب بقى يا معلم. فهمتني يا ولا؟ يلا صباح الفل يا عم الكل. صباح الفل يا حته، مش عايز مشاكل بعد كده. خلاص يا معلم يلا. اتفضل كل شويه هنقعد ندوش الراجل معانا. اتفضل يا عم الف ليله وليله. السحلب والكشري والف حمد وشكر ليك يا رب. المشكله اتحلت على ايدي وكأن شيئا لم يكن. ايه ده يا نجلاء، انت قلبتش ولا ايه؟ لا الريموت مش معايا. لا ده ريموته معايا انا. انت ايه اللي جواك يا؟ انا مفيش جوايا من ناحيتك اي حاجه يا دوله. ولا من ناحيه نفسك يا ابني. انت عمرك يا رمزي قابلت حد اغبى منك؟ يوه كتير يا دوله، ده انا كل اللي حواليا اغبياء، ناقصهم ديل ويبقوا جمال. على اساس ان الجمال بيمشي بديل يعني؟ اه ولا دول يلا بيضحكوا عليك يا اهبل. يا دوله ما بيضحكوش عليا يا عم، ما انا قايل لك يا عم انا خدت 2 كوباية شاي وطبق كشري قد كده هو. انا دوله يا بيسرقوك يا بيسرقوك يا عم. هتقول لي بيسرقوك يا دوله؟ يا عم ما تقلقش، ده كان انا بشتري منهم التماثيل دي تاني يا عم من الفلوس اللي انت بتسيبها لي في البازار وبسعر اغلى. دول شو اللي بيسرقوك ده؟ انت نبغى يالا. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، علاقه المشكله اللي انت بتتكلم فيها دي بالمشكله اللي بيني وبين عادل؟ ايه ده، هو في بينكم مشكله كفاله الشر ولا ايه؟ يا سلام. اه تخيل. ايه ده؟ لا يا جماعه، ده انتوا لازم تجوا لي بقى البازار اظبطكم باحلى تمثالين يا جماعه. اه بس على شرط بقى تشتريهم مننا اغلى ما هتديهم لنا. ها ده اساس يا دوله طبعا، ولا انت علشان ابن عمي هتضحك عليا يعني؟ رمزي. نعم يا دوله. بره. ايه بره؟ تقول ايه يا دوله؟ بره. ايه ده؟ ايه بره؟ ليه ده بره؟ انت بره؟ مش عايز اشوف خلقتك. لا يا دوله، ايه هنا في البازار؟ انا عايز اعرف دلوقتي بقى الحقيقه هتبان ازاي. حقيقه ايه يا بنتي؟ يا ابني خد مراتك وخش جوه كملوا كلامكم وما تحكمش حد بينكم. يا خساره، هيسيبوا النهايه الخيال المتفرج. لا بقى، انا ما بحبش النهايات المفتوحه. عادل رانيا بقول لكم ايه، انت تاخد مراتك وتروحوا حته فيري رومانتك وتتصفوا بقى هناك وتصالحوا بعض. والله ده شيطان شيطان. لو انا اخدها ونروح نقعد في حته، لا دي حاجه تغم. بص يا كابتن الزم حدودك، انا بقول لك اهو، انا اصلا مش عايزه اتكلم معاك، انا داخله اوضتي بكرامتي. اوعى. عادل عادل، روح صالحها، مراتك وبتحبك وبتغير عليك. يلا يا ماما، انت مش شايفه بتقعد تتعامل معايا ازاي؟ يلا يا ماما بصي حضرتك يلا يعني. يا عادل. حاضر. يلا يا حاضر. حبيبي يلا يلا يلا.
كله تمام اقتنعوا وهيسيبونا بقى نخرج لوحدينا. يا سلام، ده مامي نفسها قالت لنا اخرجوا، بس تفتكر دخلت على الباقيين؟ يا ماما دي دخلت وخرجت وقطعت الشبكه كمان. انا سعيده قوي يا عاد. وانا سعيد جدا، بس اللي منخص حياتي الواد اللي اسمه رمزي ده، انا بفكر ابلغ عليه. لا 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 لا، تسيبه يعيش بشكل تعسفي. هو صراحه يعني شتت الاذهان، صراحه كانت الضربه القاضيه. انت عارف انا متاكده دلوقتي ان هم هيدخلوا يناموا بعد كل اللي قالوا ده. بس النوم بتاعهم هيبقى نوم متقلب. تحب نروح فين؟ ابقى يعني بفكر ان احنا نروح يعني سفح الجبل. سفح الجبل جميل. ايه رايك نروح كافيتيريا اللي احنا بنقعد فيها؟ اكيد هم ما يعرفوهاش. اوكي. ايه رايك؟ يجنن يجنن يا عادل يجنن. انت عارف احلى حاجه في المكان ده ايه؟ انه يتميز بطراز اسباني رفيع. ما تكرهنيش في المكان بقى، مش كل شويه تقعد تقول حاجه كده. يا جرسون. مساء الخير يا فندم، في حجز حضرتك؟ شايفه بالحجز طبعا يا حبيبي، ما هو ده النظام الفرنساوي لاداره الريستورانز. بس بقى ما تكرهناش في فرنسا. حضرتك طبعا في حجز باسم عادل سعيد. استاذ عادل سعيد؟ استاذ عادل؟ لا والله يا فندم ما عنديش حجز بالاسم ده. ازاي؟ انا في حد كده هو بعت له اسمه رمزي، قلت له يحجز لي يعني. لا يا فندم مفيش، لكن في عندي حجز 7 افراد ما اتاخر على ميعادهم ساعه. اتفضل حضرتك. نقعد مكانهم؟ اتفضل. شاكرين قوي. كويس الحمد لله. الترابيزه محجوزه وقلبين الكراسي. تجنن. انا مبسوطه قوي يا عادل، سعيده بجد. احنا اول مره من مده طويله قوي نبقى لوحدينا. ليكي عليا يا ستي، كل يوم خميس اخترع حاجه جديده عشان ما اخليهمش هم ييجوا معانا ونخرج لوحدينا. انت عارف يا بيبي احلى حاجه في المكان ان هو يتميز بالشعريه والرومانسيه والهدوء. ايه يا عم، هم سناء هم 15 جنيه بس، لما كنا خدنا توك توك احسن. الله. ولا يا ياسر يا جرسون. ياسر انا اسف. صباح الفل. فين الحجز؟ حضرتك جاي متاخر ساعه بحالها يا فندم، فاضطريت ان احجز المكان لحد تاني. يعني ايه ساعه وحجز واضطريت انا حاجز؟ يعني نون براحتي بفلوس. يا حيوان يا حيوان. دوله دوله، هو ده اللي هيدفع الحساب. امرني يا دوله. انا مش قلت لك احجز لي ترابيزه النفرين يعني؟ ايوه دوله، يعني انت دلوقتي قاعد في الشارع يعني وفي عربيات؟ ما ترابيزه ايه يا عم، كبيره كمان. يعني كمان لما ضح حجز لي ترابيزه كبيره ليه؟ ما انا جيت سالت ما لقيتش حجز باسمي. في مفاجاه دوله يا دوله. اصبر يا حاجة. فضل يا حاجة. حد مرامي يا زكي. عادل. زكي حبيبي. عادل عادل عادل. يا بيبي وحشتونا. ازيكم عاملين ايه؟ ايه ريت من غيركم. والله اشكروني اشكروني اشكروني. طب ما دام كله هنا بقى يعني، امال فين ياسمين؟ ياسمين في الدرس واحنا مروحين هناخدها معانا ونروحها. راحت للاستاذ وائل برضو. ماشي اشكرني بقى يا دوله بقى. اشكرك ده انا هشكرك شكرانيه.